اللي عايز اقوله لحضراتكم ايضا النهارده كان في مباراتين في بدايه الجوله الثالثه في المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه النهارده المباراه الاولى في مفاجاه كبيره جدا جدا، مدغشقر بتفوز على نيجيريا بهدفين مقابل شيء لتصعد اول هذه المجموعه، المجموعه دي كانت قبل هذه المباراه كان نيجيريا في المركز الاول بست نقاط ثم مدغشقر في المركز الثاني باربع نقاط وغينيا بنقطه وحيده وبوروندي في المركز الاخير بصفر من النقاط، اذا دلوقتي الوضع اتغير، مدغشقر اصبحت في المركز الاول في مفاجاه كبيره جدا 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 بسبع نقاط ونيجيريا في المركز الثاني رسميا بست نقاط وغينيا فازت على منتخب بوروندي بهدفين مقابل شيء لتصبح اربع نقاط، اذا ترتيب هذه المجموعه مدغشقر في المركز الاول بسبع نقاط، نيجيريا في المركز الثاني بست نقاط، ثم غينيا في المركز الثالث باربع نقاط وبوروندي في المركز الاخير بصفر من النقاط لتصبح اول الفرق التي تغادر هذه البطوله رسميا. النهارده ايضا مباراه مهمه جدا جدا لمنتخبنا الوطني، على الجانب الاخر النهارده زي ما حضراتكم عارفين او يعني من المفترض ان مصر الناس كلها عارفه، العالم كله بيبقى عارف ان دايما المباريات الثالثه اللي بيبقى فيها تحديد مراكز وامور اخرى او مين اللي هيصعد او مين اللي هيهبط او مين اللي هيخرج من البطوله او مين اللي هيكمل في البطوله بتبقى كلها في ميعاد واحد، وبالتالي المجموعه الثانيه لعبت مباراتين الساعه 6، النهارده المجموعه الاولى منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب اوغندا في تمام الساعه 9، وايضا منتخب زيمبابوي سيلاقي منتخب الكونغو الديمقراطيه ايضا في تمام الساعه 9، وبالتالي سننتظر ماذا سيحدث في هاتين المباراتين.